عيط لي قال لي بونيس الطو كيس الديكالا اسكو لي سوباب كاع يعوجو ولا غير سطر. قلت له كاين الحالات اللي يعوجو كاع وكاين الحالات اللي غير سطر يعوجي. يا انت على ادميسيون يا سطر تاع لي شابو وكاين بعض الحالات ما يصرا كاع والو. تبع معايا الفيديو دوك تفهم. السلام عليكم. اليوم عندنا واحد الحفله تاع كبار المرايين تاع لا ميكانيك اصحاب مقوله ميلو ما طيحوش. تعالوا نتعرف عليهم. وحاليا نبريزونتي لكم هاد الضيوف اللي هما لي سوباب حقيقه يميلوا ما يطيحوش. ولكن ما السبب وراء هذا الميلان؟ لا سوباب الحاله الطبيعيه اللي هذه هي يقولوا لها الصمام باللغه العربيه بالفرنسي لا فورد. هذه شي خدمتها لا سوباب في الحاله الطبيعيه هذه هذا هو الشكل تاعها وهذه الوظيفه تاعها هي الفتح والغلق. عندنا سوبابا تاع لادميسيون اللي تفتح على الهواء وليسونس وعندنا السوبابا تاع لي شابمو اللي تفتح باش تخلي الغازات تخرج بعد ليكلاطمون اللي صرا في لا شومبر كومبيسيون. ولكن ما السبب اللي خلاها من هذه الحاله تروح لهذه الحاله؟ هذه راه كارثه في المحرك كي نهضروا من لاكوتي لا ميكانيك. وحاليا بعد عوجاجها ستصبح غير صالحه للعمل. والان في هذه الحاله تاعنا غادي نمشيو شيئا فشيئا لتفسير هذا اللغز اللي خلى غير لي سوباب تاع لي شابمو اللي عوجو تاع لادميسيون ما صرا لهم والو. نروح نمشيو معنا في لاكيلاس تاعنا اللي هي لاكيلاس تاع الفيتي. عندنا هاد لالين تاع لي شابمو وعندنا هاد لالين تاع لادميسيون. هاد لي سوباب عندهم اربع ركام مسؤوله على الفتح والغلق تاعهم. وهذه من عاوتاني كاينه اربع ركام مسؤوله عن الغلق وفتح لي سوباب تاع لي شابمون باش نديكازيو لي غاز. سي بور سا تسمع كلمة دوبل اربع ركام. هذا موتور دوبل اربع ركام. دروك هاد لي سوباب كاع واجو وهادو ما صرا لهم والو. وعلاش؟ هادي الاربع ركام قاعدة صحيحة وهادي ديكالات. وبين قوسين كيقول لك ديكالات على بينيو واحد. معناها الاربع ركام والبينيو تاعها البينيو قاعد يدور مع لاشين ولكن الاربع ركام استقلت الحركة تاعها على لاشين. سا ديبو كلافيتا السيزايات سا ديبو البولون اللي يجمعهم ارتخف سا ديبو. وكي ديكالات والشاسرة البيستو طلع والاربع ركام هبطت على لي سوبا تاعنا والشاسرة صرا تصادم من الفوق ومن التحت ادى الى انضغاط السوبابا تاعنا. من كثرة الصدمة هذا اللي توشت هنا السوبابا مع البيستو حتى هدات لي طراس هنايا تاعها. الحمد لله على انها ما تكسرش البيستون تاعنا هنايا في هاد الحالة. غير السوبابا اللي عوجت كيما عرفتو نميلو او ما طيحوش. ودروك ان شاء الله تكون فهمتوا علاش كاين بعض الحالات لالين وحده نتاع لي سوباب لي يعوجو وما يعوجوش بزوج. يقول لك ان لوطوك تديكالا ولا طردك لاشين كاع لي سوباب يعوجو. كاين هاد الحاله اللي يعوج غير سطر هذا ما كان. ونعتذروا على جوده التصوير باسكو راني حاكم تليفون بيد وراني اكسبليكي بيد شو راه مخلطه عليا راك فاهم. المهم مالو ما وصلت. السلام عليكم. نحن رجال واقفون كونترا للمرايه. السلام عليكم.